حضرتك تسمع من سنين عن حاجة اسمها العملات المشفرة، صح كده؟ في بقى منها كتير، إيثيريوم، كريبتو كوين، حدث ولا حرج، مئات بل قل فعلا آلاف من العملات المشفرة موجودة حول العالم. حلو قوي. طيب البنوك المركزية حول العالم لا تتعامل بهذه العملات المشفرة، على أقل تقدير البنوك المركزية لدى الدول والاقتصادات الكبرى اللي بتتعامل طول الوقت بمنهج واضح جدا في شفافية التعاملات المصرفية. ماشي. بعد كده بدأت بعض البنوك تاخد قرار أنها تصدر عملات رقمية موازية لعملاتها صادرة عن البنك المركزي. يعني مثلا الصين طلعت عملتها الرقمية بتاعتها، يقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث هذا الموضوع كذلك، قيل والله أعلم أن البنك المركزي أيضا عندنا هنا في مصر يبحث مسألة إصدار عملة رقمية مصرية، فليكن مثلا اسمها المبدئي الجنيه الرقمي. السؤال بقى ليه؟ أهمية ده إيه؟ وإن حدث يؤثر علينا إزاي إيجاباً؟ هنتعامل بيه في أي إطار؟ هل هيبقى المواطنين بيتعاملوا بيه، ولا دي هتبقى تبادلات عملات ما بين الحكومات، ما بين الحكومة المصرية والحكومات حول العالم وهكذا؟ خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. أهلاً بيك يا دكتور، وكل سنة وأنت طيب. أهلاً بحضرتك المشاهدين، وحضرتك طيب يا رب، وربنا يعيد الأيام على حضرتك وعلى المصريين كلهم. علينا جميعاً يا رب. احكي لي على قصة إنه البنك المركزي يدرس أو يفكر أو يبحث مسألة إصدار عملة رقمية مصرية رسمية. طيب هو بداية بس زي ما حضرتك كنت بتتكلم، احنا المفروض الأول نميز بين العملات المشفرة اللي بتتداول دلوقتي والعملات الرقمية الرسمية. إيه الفرق بينهم؟ الفرق ما بين الاثنين الأساسي إن العملات المشفرة دي عملات مجهولة المصدر، مفيش سيطرة عليها، يعني بتعدل وبتتداول بدون أي تدخل من أي جهة رسمية، وبالتالي قيمتها يعني هي قيمة الكهرباء اللي اتدفعت عشان تطلع. عكس خالص مثلا الدولار الرقمي ولا الرمبيني الرقمي ولا الجنيه الرقمي لما يبقى موجود، ده اصوله موجوده له، العمله لها اصول عند البنك المركزي اللي بيصدرها. حلو. وبالتالي هتلاقي حضرتك عدد لا نهائي من التحذيرات البنوك المركزيه بتصدره، من البنك المركزي المصري من اسبوعين بس كان طلع التحذير الرابع من التعامل في العملات المشفره، ومع ذلك في نفس الاتجاه بيفكر دلوقتي ان هو واكثر من 80 بنك مركزي حوالين العالم بيفكروا ان هم يصدروا عملات رقميه. طب ليه البنوك المركزيه بتعمل دوت؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولى انه العملات الرقميه اولا اصدارها يعني بيقلل فرص انتشار العملات المشفره الغير رسميه في الاقتصاد الموجود، في الاقتصاد المصري مثلا. لانه زي ما حضرتك دلوقتي يعني كنت بتقول انه في اتجاه كبير جدا عند عدد كبير جدا من المستثمرين ان هم يدخلوا في العملات المشفره بسبب سهوله استخدامها، وبسبب ان هي بتتداول بشكل سري اكتر، وبسبب يعني عدد كبير جدا من المزايا. المشكله انه هذه العملات لو انتشرت بكثافه البنك المركزي او البنوك المركزيه هتفقد قدرتها على السيطره على الاقتصاد. ازاي؟ البنك المركزي بيتحكم في الاقتصاد في الجانب النقدي منه عن طريق اساسا السيطره على النقد. يعني مثلا دلوقتي بتلاقي حضرتك البنك المركزي بيرفع سعر الفايده على الجنيه، فالناس بتروح توزع فلوسها في البنوك. مزبوط. فبيقلل النقد المتداول مع الناس. طب لو البنك المركزي بقت فيه عمله بتتداول في داخل الاقتصاد بتاعه غير العمله الرسميه بتاعته، ما عادش هيقدر يسيطر على الاقتصاد، وبالتالي يبقى الاقتصاد المصري كله او الاقتصاد المحلي كله خاضع لسيطره مجموعه من المعدنين اللي احنا مش عارفين هم مين، ربما بقى ناس اصلا يعني بتنوي شرا بالاقتصاد الوطني، وحضرتك كده بتنقل سيطره الاقتصاد بتاع كله الى جهات خارجيه. ده اولا. بالتالي دي مساله امن قومي، البنوك المركزيه كلها عاوزه تدخل فيها علشان تقفل الثغره دي. يعني بدل ما انا بتداول جوه بلدي عملات مشفره انا ما اعرفش عنها حاجه وماليش سيطرة عليها، يبقى بيتعامل بعمله انا اللي بسيطر عليها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه العملات الرقميه هي الترند الجديد، لانه العمله الرقميه ده مجرد يعني لما نوصل اللي احنا كلنا بنتعامل بعملات رقميه، ده مجرد رقم يعني سجل مسجل فيه سجل كبير جدا من البلوك تشين او من السجلات الالكترونيه اللي عند البنك، وبالتالي لن يكلف اصدارها لا طباعه ولا توزيع ولا نقل ولا الكلام ده كله.
دي تاني حاجه. تالت حاجه والاهم بقى، انه هيسهل بشكل كبير جدا التعاملات ما بين الدول. يعني دلوقتي مثلا زي ما حضرتك عارف، مثلا يعني عدد كبير جدا من الدول، اكثر من 27 دوله، بتخضع لعقوبات من جانب الولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي الدول اللي بتخضع للعقوبات دي بيبقى عندها مشاكل ضخمه للغايه بشكل كبير خالص، يعني في التعامل مع الدول الاخرى، بسبب انه النقد علشان يتنقل، النقد ده ماده فلوس عاوزين ننقلها. مثلا البنك المركزي الروسي مثلا عنده دولاراته في الخارج، عاوز ينقلها ما بين دوله او الثانيه، وبالتالي لازم ينقل الدولارات دي ما بينهم. لا، عكس خالص العملات الرقميه اللي بتتنقل واير، بتتنقل بتحويلات الكترونيه، وبالتالي ده بيعزز نظم المدفوعات بتاعت الدول، وبالتالي بيزود استقلال الدوله وبيعزز مكانتها في نظام عالمي زي ما حضرتك شايف كده، بتسوده النزاعات وبتسوده عدم المعقوليه الموجوده دلوقتي. يعني احنا دلوقتي عندنا زي ما حضرتك بتشوف كده تصاعد بشكل كبير جدا للنزاع في العالم، كل ما النزاع يتصاعد كل ما دول العالم عاوزه تحصن نفسها. طبعا انا بقول لحضرتك ان اكثر من 80 بنك، وفقا لبنك التسويات بنك التسويات الدولي، بيبحثوا دلوقتي اصدار عملات رقميه علشان كل المزايا اللي بقول لحضرتك عليها دي. وبالتالي البنك المركزي المصري كواحد من البنوك المركزيه بتاعت الدول يعني الكبرى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاقتصاد العالمي، يعني اكبر من اكبر 30 اقتصاد في العالم. صحيح. بيفكر تفكير جدي ان هو كمان يبقى عنده عمله رقميه علشان يحقق الفوائد بتاعتها. بس خد بالك حضرتك ان اصدار العمله الرقميه ده مش حاجه سهله، لانه كمان معاه تحديات كبيره جدا تتعلق بقى بالامن السيبراني، وتتعلق طبعا بتامين العمله نفسها وتامين نظم اصدارها وهكذا. طبعا. علشان كده الموضوع يحتاج حرفيا لدراسه، زي ما يعني الخبر بيقول، يعني لانه الموضوع زي ما هو له مزايا عديده زي ما هو له مشاكل عديده، لانه العمله دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليها دي بقت سجل الكتروني موجود على الشبكه الدوليه للمعلومات، لو مش متامن كفايه ممكن يحصل، ممكن يتم اختراق الانكريبشن ده، وبالتالي يعني يتم اختراق العمله، وبالتالي يتم العبث بها ثم انهيارها لا قدر الله في حال من الاحوال. وبالتالي بتدرس المساله بمنتهى العنايه، ما فيهاش هزار. صحيح. اتفضل يا فندم، اتفضل كمل. وبالتالي الموضوع يعني مش زي ما يعني الـ 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 الناس فاكره او الناس بتنادي، يعني انه اذا كان يعني مبرمج عمل عمله رقميه، ليه ما نقدرش نعمل احنا كمان عمله رقميه، والدنيا يعني او الدول الكبرى ليه ما تقدرش تعمل عمله رقميه؟ ولو الموضوع بالسهوله دي كان عندنا مثلا حاجه زي مثلا يعني الولايات المتحده الامريكيه ولا بريطانيا ولا 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 الصين اصدروا العملات الرقميه بتاعتهم. انا عاوز اقول لحضرتك مثلا ان واحد من اهم الـ يعني التطورات في الاقتصاد العالمي اللي العالم منتظرها هو الرمبيني الالكتروني او الرمبيني الرقمي. ومع ذلك يعني العالم كله مستني الرمبيني الرقمي علشان ده يقلل سيطره الدولار شويه على الاقتصاد العالمي. صحيح. ومع ذلك الصين بتقدم خطوه وبترجع خطوه في اصداره، لان هي عارفه التحديات اللي منتظره اصداره. وبالتالي الموضوع زي ما له مزايا كبيره جدا، زي ما بقول لحضرتك كده هيحصل انفتاح كبير جدا في الاقتصاد العالمي بعد اصدار العملات الرقميه المرعيه يعني من البنوك المركزيه، لكن كمان جايب معاه طن من التحديات لازم يدرس بعنايه علشان ما نواجهش مشاكل زي المشاكل اللي بنواجهها دلوقتي، اللي هو بقى ايه، نلاقي ضغوط ما كانش محسوب لها حساب، او يعني ضغوط يعني مش متخطط لها زي ما بيحصل دلوقتي مثلا في النظام المصرفي الامريكي وخلافه. وعلشان كده هتلاقي حضرتك الدول حريصه حرص شديد جدا، رغم ان هي عماله تحذر من التعامل في العملات المشفره، في نفس الوقت تدرس اصدار عملات رقميه تحل محلها، وفي نفس الوقت متحسبه تحسب شديد جدا للاصدار. على ما يبدو كده يا دكتور لازم تنورنا في رمضان، يبقى بالمره نعيد عليك ونقعد نتكلم عن الحكايه دي كده ايه بالراحه وعلى رواق، واحنا بنخلص بدري في رمضان يعني عمليا بنخلص زي دلوقتي. اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي في حديث حول دراسه البنك المركزي المصري، دراسه تاني دراسة متأنية وافية بمنتهى العناية، فيهاش أي تعجل. ده مش خبر إن مصر هتطلع عملة رقمية، مصر بتدرس، وده طبقا لهذا الخبر.
فرق كبير ما بين العملات المشفرة اللي أسعارها خاضعة لفكرة المضاربة أو العبث من قبل المسؤولين عنها، وما بين العملات الرقمية الخاضعة لبنوكها المركزية واللي مستندة على اقتصاد دولها بالأساس. ده الفرق الرئيسي ما بين الحاجتين.